الصالير ديالنا كيكون عبارة على جوج حاجات، كيكون واحد الصالير اللي هو فيكس، وكيكون واحد الصالير اللي كنتخلصوه بالساعات. الصالير اللي هو الفيكس كيكون عبارة على 1,080,000 ريال مغربية، هذا كيدخل لجيبك سواء طرتي ولا ما طرتيش ولا اي حاجة، هذاك فيكس كيدخل لجيبك. كيتزاد عليه واحد الصالير واحد اخر اللي هو للساعة، كتكون 3,000 ريال للساعة. نديرو مثلا طرت انا 100 ساعة، شحال غادي تجيني في الشهر؟ اللي هي غادي تجي 1,500,000 للشهر. هاد 1,500,000 الا جمعناها مع 1,080,000 ريال غتعطينا 2,180,000 ريال، يعني مزيانة 25,400 درهم. وهذا ما عنديش مال بزاف، مهم هي هذيك جات. فهاد الصالير هذا كيكون ابتداء من الناس اللي يلاه كتبدا.